دام إيناس، نحب نسألك شنو هو الأرتيكل اللي حسيت إنه المستهلك التونسي ولا إلا الأجنبي كان عنده إقبال كبير عليه؟ باهي عندي التوانسة عندهم أرتيكل معناها يستهلكوا فيه، اللي هو الخيط الصبار والحاجات معناها بالحديد اللي هما الكراسي ولا البالانسوار اللي شفتيه مذوكم بالحق التونسي مقبل عليه برشا. وعندي إقبال أكثر من التوانسة هم الأجانب، اللي هو شنو؟ عود الزيتون، يحبوا ديما حاجة بيو، حاجة ناتيرال، حاجة ناتيرال معناها ريتيك اللي يخدم في الامباسادور. الأجانب الكل معناها هما فما شكون يجي يخدموا ديكوراتيف معناها دي سارشيتيكت وحاجة كما هكا، يهبطوا المعرض الكرم انترناسيونال في مارس نتاع الصناعة التقليدية، يهبطوا خصيصا يشرو برشا سلعة ويلوجوا على الحرفيين باش يتعاملوا معاهم، ياخذوا الكونتاكت. فما حاجة جديدة كل شيء. عود الزيتون شنو معناتها؟ كيفاش شنو نحن نقولوا عود الزيتون يجي لبالنا برانش اليتا بروت معناتها؟ اي هذاك هو هو اللي الغصن هذاك اللي نخدم فيه نحن، نمشي نعملوا حاجاتكم في حم هذاك. قلنا علاش لا ما نعملوش نحن منه كراسي ابناك ديزيشيل معنا نعلقوا فيه مدبش مثال في ولا كاب دوبان ولا في سال دوبان يجي زادة، وانت حبتي انت حتى تعملي ديكور معناها في تعلق في اشاربات حاجات كما هكا تنجم انت تعرض بيه. عنا كراسي طابوريات طول، عنا فروشات، عنا دي كنابي، عنا برشا موديلات نخدم منها. علاش لا؟ ولا هذاك علاش يطيش يمشي يتحرق ودينا ما نبي حاجه ديكوراتيف. دونك نحن حسيتك اني الصناعات نتاعك كلها مرتبطه بالبرودوي اغريكول وارتيزانال، كانت فما ماتشينغ باهي الحقيقه هو وماتشينغ ناجح برشا. نتصور اللي التوش الارتستيك اللي صارت ما شاء الله بدايتك كانت مرجعها الاولاني هو البرودوي اغريكول. اي واحنا صار سيمينار كونسيرنون الصناعات الارتيزانال التقليديه في القروان، وقلنا انه احنا القروان هي مدينه فلاحيه بالاساس، يعني اقتصادها الكل يدور حول محور الفلاحه، واحنا حبينا تكون الصناعات اللي دايره بالقطب هذيك تكون صناعات مختلفه، كسوا يصنعوا الادوات اللي يخدموا بها الحاجات التقليديه وبيان لو برودوي بيدو ارتيزانال يكونوا اباز اغريكول. انت ما شاء الله في الاطار هذا احسن اكزامبل. شنو من الحاجات اللي تعرف روحك تاخذهم من المشان الفلاحي الاغريكول القروي؟ انت شنو يعني من عند الفلاحين القراوه مثلا؟ باهي شنو نجم نشري؟ نجم نشري الحلفه، هي موجوده في الاعلاف، في الحاجه، في الجبولات نتاع القروان، بل يقولوا الحلفه مقتصره على القصرين. لا لا، القصرين عندها نوع، موديل نتاع القصرين عندها نوع، حلفه القروان معناها نوع، وحلفه سيدي بوزيد نوع، فهمتي؟ هما ثلاثه معناها انواع نتاع حلفه. نجم نشري زادة من عندهم الخشب الزيتون ولا العواد الزيتون، ديجا كيما تشوف هكا هذوما الخشب الزيتون قلب نتاع الزيتون، معناها بعد ما تكبر الشجره ما عادش تنتج وكل شيء تتقص والقلب نتاعه، نعمل منه حاجات كيما هكا مغارف مهراس برشا حاجات ديكوراتيف، بلونشيت قلقال برشا حاجات. اي شنو نجمو نشرو اخر؟ يعني برشا حاجات نجم، هذوما المهمين الباز، خاطر احنا الحلفه هذه من بعد تولي هي خيط حلفه معناها نخدموا بها. فما الصبار زاد، انا بتاك الشوك نتاع الصبار الكفاي نتاع الهندي هذيك زاد، فما ماكينات تخدمها يولي لنا الخيط نتاع الكراسي اللي هو نخدموا به. فما ماكينات يلزم يتحط في الماء البحر، فهمتي؟ في الملح، فما في برشا خدمه، معناتها هي تولي صناعه مربوطه بالفلاحه مربوطه بالتوسكي ارتيزانال. زاد كيف كيف معناها ريتي معناها الظرفه نتاع الهندي هذيك نجم نخدموا منها حاجات، معناها دي كوربي دي حاجات، معناها ما نطيشوا حتى شيء، ما نطيشوا شيء ما شاء الله. هو الفت انه الفكره تكون موجوده والهدف يكون واضح بقدره ربي. نحن من فلاحتنا من ابسط الاشياء اللي نراوها كل يوم واحنا نتنقلوا لاريافنا العزيزه وريافنا الجميله، نقارو احنا نحن فلاحتنا نجموا نستغلوا منها، نعملوا منها ديزاتولي دونك ديزاتولي صناعيه وديزاتولي ارتيزانال، معناتها ما يتلوى حتى شيء وكل شيء نجم نستثمروه ونثمنوه بقدره ربي. لو كان نلقاو لفته كريمه ولفته مهمه للصناعات الفلاحيه وكيف تنجم تكون هي دافع مهم وحافز مهم للفلاحه وللصناعه وللصناعات التقليديه بالاخص، يكون بقدره ربي نحن القروان تصبح هي المنتج الاول المواد الاساسيه اللي يستعملوها
الحرفيين إنتاج منتوجات تكون قروية وارتيزانال وفيها التوشة التونسية. ما زلتوا معنا في برنامجنا، نخليكم مع قسم الأخبار تقديم نشرة العاشرة مساء. ترجعوا معنا في مختلف فقراتنا، وما تنسوش باش تطلبونا على 70 035 120. مرحبا بكم.